تيك توك. وما أدراكم ما هو التيك توك؟ هالتطبيق اللي خالي حالي بحد ذاته طلع عنده تأثير خطير على صحتنا النفسية ووظائف الدماغ وعلى أولادنا. فمثل ما بتعرفوا إنه تيك توك قدم لعالم السوشيال ميديا مقاطع الفيديو القصيرة، وشفنا كيف لحقوا إنستغرام بالريلز ويوتيوب باليوتيوب شورت وغيرهم. هالنوع من الفيديوز اللي ما بيتخطى دقيقة من الوقت بيأثر على مدة الانتباه أو الاتنشن سبان عند الأشخاص، فبيبطلوا يقدروا يشاركوا بأي نشاط ما بيقدم لهم إشباع فوري. ومجرد ما صرنا مدمنين على هيدا الشعور، دماغنا بيدفشنا لمشاهدة لا متناهية للمقاطع القصيرة أو ما يعرف بالسكرولينج. طبيب الأطفال ومدير مركز القراءة والمكتشفات في مستشفى أطفال سينسيناتي جون هاتن وصف تيك توك بأنه آلة للدوبامين اللي بيولد مشاعر السرور وبيدفعنا لننبش على أكتر. فهل بتحسوا إنكم وقعتوا بالفخ وصرتوا مدمنين على الفيديوهات القصيرة، أو بعدكم بمنطقة الأمان؟